خبر السقوط المحتوم من القمة ستفهمه وتسمعه حتى ولو أغلقت السمع تجاهلاً. هي الحقيقة التي أصبحت ظاهرة أمام العين حتى ولو حجبت عنها النظر. رقصة الفرح يكون ختامها أحياناً قبلة وداع. مسيرة بلايلي مرت بحواجز الظروف التي أشار لها دوماً بإشارة التحدي ورفع سقف الطموح عالياً، لكن سوء ترويض المشوار الرياضي قد يقص منك شريط ذكريات الماضية التي كانت تمهد لمستقبل أفضل، فتحاول أن تجمع نفسك مجدداً، فتختار النظر بعين جديدة للكرة بعد أن سمعت سؤالاً مفاده: أين أنت من صواريخ الماضي القريب؟ فتجيب: أحتاج للبحث عن الوقفة الصحيحة مجدداً لاستعادة صورة التتويج والتوهج التي أخفاها القدر، بل أخفتها الحيرة من تغير الحال، من ضمة الانتصار إلى كسرة سقطة الانكسار. بلايلي كان رفيقاً للأهداف حتى ولو كان ماشياً فقط إلى جنبها، فيفاجئك بصورة راقصة معها في كل نهاية فرح ستبتعد مؤقتاً أو إلى حين، لكن القلوب ستنتظرك لعودة جديدة عنوانها: أعد السهم للوراء قليلاً للضرب بقوة من جديد. فأنت بلايلي، الإرادة التي تعودناها من معدن الحديد. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.